إثر معلومات واردة إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف عبر الرقم الأخضر 1055، مفادها وجود شاحنتين معبئتين بمادة تسمى المقلدة على مستوى إقليم بلدية قلال، بالضبط دوار أولاد بوطارة. على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين عثر على المركبتين، وبعد تفتيشهما تفتيشا دقيقا عثر بهما على 545 كرتون معبأة بمادة تشمة، تحتوي على 136250 كيس معبأة بمادة تشمة بمبلغ مالي قدره 7,630,000 دينار جزائري. على الفور تم توقيف المركبتين وتحويلهما نحو الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بقصر الأبطال التي تحقق في القضية. سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق. تضع المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بسطيف الرقم الأخضر 1055 تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن جميع الجرائم.